من أخذ فيكم نحن في عمل سوقات بودكاست بالتعاون مع جمعية الأطباء والصيادلة السويين في ألمانيا. معكم زكريا حاوت مشرف عمد البودكاست. رح ناخدكم معنا بحلقات دورية تتناول مواضيع متنوعة اجتماعية ثقافية أو مهنية تهم المقيمين أو الراغبين بالقدوم إلى ألمانيا. نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا. نحن نحكي هون أحيان أسعار كتب ممكن توصل 12-13 يورو 15 يورو للكتاب الواحد. يعتبر يعني ما أنه سعر سهل يعني للجميع، خاصة إذا عم نحكي بأطفال يعني ناهمين للقراءة، يعني عم يخلص كتاب بالأسبوع يعني. أنا بظن الأفضل واحد يبلش بكتب عادي، ما يبلش بالإلكترونية، لأنه بضل خطر موجود أن الولد يعني ينتهى بشيء ثاني يعني على التابلت أو على الكمبيوتر. مساء الخير مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثانية من بودكاست جمعية الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا. معي أنا الصيدلانية إسلام قا. كنا في الحلقة الماضية قد استضفنا الدكتور عماد الإسباعي بحديث شيق الحقيقة بعنوان تنمية حب المطالعة عند الأطفال. الدكتور عماد شاركنا بتجربته الحلوة، كيف نمى حب القراءة عند أطفاله. حكينا كتير عن كيفية توليد حب القراءة عند الأطفال. هاي المرحلة يمكن الأصعب، اللي متى ما الطفل اكتسب هاي المهارة خلص يعني هتصير هي بموضوع أو بشكل تلقائي عنده، ويمكن يصير كمان يعذب أهله بهالمجال، كيف إنه بده يسيطر على الوقت ويعطي القراءة وقت معين ليقدر يقوم بواجباته الثانية. حكينا الدكتور عماد عن العمر المناسب للبدء بالقراءة. حكينا أنه بلشت مع أطفاله بسن صغير نوعا ما، حكينا عن القراءة بمرحلة المراهقة، كيف الأهل ممكن يراقبوا الموضوع بطريقة جميلة لطيفة على الطفل، كيف ممكن كمان يتحاوروا مع الطفل بهذا الموضوع. حكينا كمان عن المغريات الإلكترونية وكيف الأهل ممكن يسيطروا على الموضوع ويتيحوا الوقت المناسب للقراءة وللألعاب في آن واحد. يعني أنا تحضرني هاي النقاط اللي انطرحت في الحلقة الماضية، وعنا يعني لازال في جعبتنا الكثير من النقاط للحديث عنها في هذه الحلقة. فرح نرحب بالدكتور عماد مرة تانية ومنحكي له مساء الخير. مساء الخير دكتورة، وشكرا لكم مرة تانية على الاستضافة، ونكمل إن شاء الله بالموضوع لتحفيز القراءة إن شاء الله. إن شاء الله. كنا توقفنا الحلقة الماضية عند مصادر الكتب، يعني نحن بألمانيا يعني المكتبات العربية نادرة نوعا ما، يمكن تحدث مرة في السنة لما بيصير في منتدى للكتاب العربي أو للكتب. فإذا تحكي لنا أكثر كيف الأهل ممكن يأمنوا كتب لأطفالهم، كيف المصادر، وكمان أكيد لغة الكتب تلعب يعني دور مهم، فإذا كانت الكتب باللغة الألمانية هي الكتب المقروءة فيمكن يكون سهل الحصول عليها، لكن إذا كانت باللغة العربية فالموضوع أصعب شوي. هلا مضبوط، الصراحة الكتب باللغة العربية الجوز المناسبة للأطفال الولدانين ببلاد غير عربية شوي صعب تنلاقي، يعني إنه لا شيء سهل قراءته للأطفال. أنت بتعرفي أغلب أطفالنا لما بيقروا لغة عربية بيحتاجوا لكتب فيها تشكيل مشان يقدروا يقروا يعني الجملة بشكل يعني صحيح ويفهموها.
أغلب كتب الأطفال غالبا فيها هاي القصة، ولكن مثل ما حكينا بالحلقة الماضية إنه بجوز ما نلاقي الكتب اللي هيك فيها شوي محفز للطفل، يعني سواء من ناحية الرسوميات، من ناحية القصة، من ناحية الحكي، شوي صعبة. بس هلأ حاليا بظن سوق الكتب العربية شوي تحسن، يعني بألمانيا صار في دور نشر هلأ حاليا كمان بألمانيا موجودة، ممكن واحد يزورها يعني خاصة بالمدن الكبيرة، وفي معارض أحيانا ما تصير كمان معارض للكتب العربية كل فترة وفترة، ممكن واحد يزورها ويحاول ياخذ الطفل معه، يعني يشوف شو ممكن يلاقي، بركي بيلاقي ضالته، يعني بيلاقي الكتاب اللي بيعجبه وبيقدر يقرا فيه. من ناحية الكتب الألمانية الموضوع أسهل بكثير صراحة، في مصادر كثيرة. أنا اللي يعني بلشت فيه بجوز كان يعني عدة مصادر، مثلا ممكن واحد يروح على المكتبة بشكل يعني بسيط وياخذ طفله نعم، معه ويشتري كتاب، يعني خليه يدور أفضل هو طريق. شو بيعجبه، هذا أفضل طريق بجوز أسهل شيء. إذا مثلا الكتب غالبا عادة بس بجوز بالمكتبة تكون أغلى شوي، يعني مثلا فرضا تكون أونلاين، طبعا ما بس الكتب أي شيء، يعني الأونلاين سواء يعني الشركات المعروفة الأمازون أو الشركات الثانية المعروفة، عم نحكي ككتب كتب ورقية، يعني بيلتقى منها كتب جديدة وكتب مستعملة كمان، أحيانا ممكن نلاقيها مثلا حتى على الأمازون في جديد وفي مستعمل، وبيكون غالبا مكتوب حالة الكتاب، يعني مثلا هذا الكتاب حالته جيدة، كتاب حالته سيئة، يعني صحيح. وسط، طبعا بيختلف السعر حسب الكتاب. الكتب كمان تختلف طبعا أسعارها حسب شو نوعيتها، يعني كمان هذا بيلعب دور نوعية الورق المطبوع عليه، مثلا إذا كان الغلاف ورق مقوى مثلا ولا غلاف عادي، لأنه هذا بيلعب دور كمان بالحفاظ على الكتاب وسعره. أكيد. هاي بالنسبة للأونلاين، بس بتضل صراحة كمان الأسعار غالي. أنا بعد فترة يعني نحن عم نحكي هون أحيانا أسعار كتب ممكن توصل 12 ل 13 يورو، 15 يورو للكتاب الواحد، نعم يعتبر يعني ما إنه سعر سهل يعني للجميع، خاصة إذا عم نحكي بأطفال يعني ناهمين للقراءة، يعني عم يخلص كتاب بالأسبوع، يعني فعم نحكي تقريبا بده بجوز ميزانية شهرية. بده ميزانية إذا عندي 3 أولاد، يعني ما بنلحق. فالطرق الثانية الصراحة اللي صرت أعتمدها هي إنه مثلا ممكن في الإي باي كلاين أند ساجا، اللي فيها كمان كتب مستعملة بس تكون أسعار الكتب يعني منخفضة كتير، وأحيانا نعم في كتب تكون مثلا في أشخاص ما لازم كتب بيعرضوها تصنفرشين كم، يعني إنه للإهداء، يعني نعم إذا بنفس المدينة ممكن واحد يروح وياخدها. في مثلا المكتبة، في بكل مدينة في مكتبة عامة، مثلا يشتاب شوي ممكن واحد صحيح. يعمل بطاقة تضوئية تكون كمان بظن سعر رمزي، ويروح هو والطفل، أنا هي صرنا نعملها، يعني بروح أنا والأطفال تقريبا مرة بالشهر، وبروحوا بفوتوا على المكتبة وبشوفوا الكتاب اللي بدهم اياه، واحيانا اذا بدهم كتاب معين مثلا بسالوني. مثلا هلا بنتي من فتره جابت كتاب من المدرسه وعجبها، عم تقول لي بدي الجزء الثاني والثالث وكذا، فكمان سعر الكتاب كمان حوش 13 14 يورو. فدورت الشتات بشراي غالبا الى موقع على الانترنت، ودورت ما طلع موجود الكتاب ومتوفر، يعني كمان بيكون مكتوب إذا الكتاب متوفر ولا مثلا مستعار وإيمت مثلا ممكن يرجع، فلقيناه خلاص بكل بساطة بروح بجيبه، يعني وغالبا استيعاب الكتب ببلاش، يعني لازم واحد يرجع بجوز خلال فترة معينة، وممكن يمددها يعني خلال شهر وممكن تمددها شهر أكثر بجوز عن طريق حتى كله أونلاين، يعني الأمور كتير سهلة. من
كمان مصادر بجوز السهلة وكثير رخيصة، يعني الفلو ماركت في سوق المستعمل اللي تقريبا مرة بالأسبوع مثلا بجوز السبت يكون عادة حسب المناطق. هذا الصراحة من يعني المصادر اللي كثير سهلة وكثير رخيصة. و أنا لما بروح مع أولادي يعني وبيجي بمرق مثلا على البياعين وبشوفوني بس عم أشوف الكتب، فكلهم بيستغربوا يعني إنه بضاعة الكتب ما أنا شغال يعني بالفلو ماركت، ما حدا بيشتريها، وبيقول إنه برافو عليك إنه كذا، بيقعدوا مثلا بينبحوا الولد وكذا وهذا بخليه ينبسط يعني أكثر مثلا. ف كمان بيمسك الكتاب بإيده وبيقرأ وبشوف كذا عجبه ما عجبه برد برجعه يعني، وأحيانا ممكن يهدوا الكتاب حتى يعني خلاص خذوه يعني دون حقه أو كذا، أو أسعار صراحة رمزية جدا يعني، أحيانا سعر الكتاب بوقف نص يورو أو يورو، فرق كبير لما واحد يشتري جديد. طبعا كل طريقة لها ميزات ولها مساوئ يعني، بجوز مساوئ الفلورا كذا إنه ما بلاقي الكتب الجديدة يعني، صحيح. نازل سلاسل جديد كذا أكيد ما راح تلاقيها يعني، تكون لساتها بالمكاتب بالمكتبات العادية أو بالأونلاين، بس أكيد ترخص الكتب يعني. ميزات بجوز الكتب المستعملة بجوز بالذات الإي باي كأنسايك، أنا صراحة بستخدمه إنه أشتري السلسلة كاملة يعني، مثلا ظن مثلا كان عاجبهم سلسلة مثلا قصص رعب مثلا، كانوا تقريبا شي 60 كتاب، فدورت عليهم في أشخاص بيعرضوهم مثل ما هم يعني، إنه سلسلة كاملة عندهم إياها وبدهم يبيعوا سلسلة كاملة، فتوقف أرخص بكثير من إذا بدي أشتري كل كتاب لحاله يعني. نعم يعني هاي من الطرق اللي ممكن واحد يحصل عليها الكتب. جميل جدا. طيب في سؤال يمكن بهم الأغلبية، يعني حياة الأطفال خارج البيت بالمدرسة هي عم يتعاملوا باللغة الألمانية بأغلب الأوقات، هو هذا الوقت اللي بيبقى بعد المدرسة اللي بيقضوه مع الأهل اللي ممكن ينموا فيه اللغة العربية سواء كتابة استماعا ونطقا. فأنت يعني من خلال تجربتك مع الأطفال حسيت إنه لما عم يقرأوا الكتب باللغة الألمانية تأثرت اللغة العربية، خاصة إنه هن ما عندهم أي تعامل معها غير بس في هاي الفترة اللي رح يكونوا فيها بالبيت، يعني ما حسيت إنه تأثرت اللغة العربية، وإذا تأثرت كيف أنت حاولت تساعد الموضوع أو تنقذ الموضوع يعني؟ هلا انا ما بظن تاثروا بشكل سلبي يعني، بجوز اللي اثر بشكل سلبي اكثر على اللغه العربيه هو مشكله صراحه الكورونا والحجر اللي صار يعني، اللي ما قدرنا يعني مثلا سكرت المدرسه العربيه وصارت الزيارات بين العائلات قليله، لانه انا بظن يعني تعلم اللغه العربيه، هلا اكيد نحن بالبيت ما نحكي غير عربي، بس بضل يعني الطفل بده طفل تاني بيحكي معه عربي، بده عيلة تانية، بده المدرسة العربية اللي بيحكوا كلها فيها عربي، بيعطوه وظائف العربي أو كذا، فهاي الفترة الجوزية اللي أثرت بظن يعني. بس أما قريت الكتب الألمانية ما بظن يعني أثرت بشكل سلبي، بالعكس يعني حسيت أنا أثرت بشكل إيجابي على تحصيلهم دراسي، على يعني بشكل عام يعني كان تأثير كثير جيد اليوم. طيب احكي لنا دكتور أكثر عن تأثير القراءة على حياة أطفالك، يعني هذا أكيد شيء جميل جدا وهو أصلا المغزى من تنمية حب المطالعة عند الأطفال، كيف كان أثره على حياة الطفل؟ أنا الصراحة الأثر يعني رائع. بتشوفي لا شك. قدامك كيف الطفل توسعت مداركه وآفاقه يعني، مثلا أنا بنتي مثلا صارت تعمل جريدة مثلا كل أسبوع اسمها، إنه جريدة باسمها يعني، وتكتب في أشكال ألوان، هلا مثلا عم تكتب كتاب، هلا جميل. اشترينا لها وبلشت، طبعا ما بتخليني اقرا فيه يعني،
تبلش مثلا يعني تكتب عن يعني ما بعرف أمير وأميرة أو شيء، ما بعرف شو كانت القصة. فبس يعني حلو طبعا، هي كلها أفكار بتكون آلية الكتب، بتبلش بتجمعها مع بعضها وبتعمل قصص. و هذا الشيء كمان القراءة أكيد زاد يعني البوتشاتس عندهم يعني كمية الكلمات الألمانية نعم أثر على تحصيلهم الدراسي، يعني الحمد لله كلهم يعني معلوماتهم كويسة بالمدرسة. يعني حتى نحن تفاجأنا مثلا، أنا بنتي الأنسة تبعيتها مثلا إجت قالتنا إنه هي إنه لغتها أحسن من الألمان الموجودين معها ما شاء بالصف، الله. يعني إنه قالت لي يعني إنه أنت يعني روحتي جاي أوسلندا، رغم ان هي والداني هون يعني، بس انه ما متوقعين منا انه يعني انه بالدويتش مثلا كذا هي احسن من كل الاطفال اللي معها يعني رفقاتها، نعم غالبا بسبب يعني القراءة يعني اكيد، أكيد. لانه هذا زاد للكلمات، زاد لطريقة التعبير يعني صارت يعني، هي صراحة طبعا معلوماتهم بالالماني احسن مني بكثير يعني كقراءة، لأنه بيقروا بجوز بكل المواضيع، نحن بجوز نقرأ أكثر شيء بشكل متخصص يعني بالمجال تبعنا، صحيح فهذا أكيد له تأثير كثير إيجابي. ومثل ما حكينا يعني بيرفع مدارك آفاق الطفل اللي بيتعلم كثير شغلات، يعني بيقرأ عن كل الحضارات يعني بيتسلى وبنفس الوقت عم يتعلم. أكيد، يعني بيكتسب خبرة حياتية كبيرة فعلا بلا شك، ممكن حتى أفكاره بالمستقبل تتغير، تصير يعني عم تاخد منحى آخر بما يخص حياته المهنية، الفرع الدراسي اللي حابب يدرسه بالمستقبل، ثقته بنفسه بتكبر، وبتحس يمكن يعني كفصاحة اللسان مثل ما أنت تفضلت بيكتسبها باللاوعي، يعني هو فجأة بيشوف حاله قادر على التعبير عن مشاعره، عن قادر على يعني كتابة موضوع بمدرسة لما ينطلب منه كواجب تعبير، أو حتى إنه يسرد مشكلة، يفكر بخطوات عملية للحل، يطرح حلول. يعني أنا هذا الشيء لاحظته صراحة من خلال أخي ومني أنا شخصياً، يعني أنا كنت وأنا وصغيرة كمان كتير بقرأ قصص وكتب، كانوا دائما الأنسات بالمدرسة يحكوا لي إنه أنتي علامتك بالتعبير دائما 10 من 10، وأول ما بنصلح الورقة بنصلح موضوع التعبير لأنه شيق. يعني إيه، فهذا الشيء فعلا أنا لمسته، يعني بيخليك تكتسب مهارات أنت فجأة بتلاقيها عندك بس ما بتعرف هي كيف صارت وكيف نمت، فجأة بتلاقيها يعني موجودة. مضبوط فعلا. طيب شو رأيك بعدوى القراءة؟ هل القراءة ممكن تنتقل بالعدوى؟ يعني هل ممكن مثلا الأخ يغار من أخته إنه أخته عم تقرأ، عم تعمل جريدة، عم تكتب شيء طبعا معين؟ طبعا هذا الشيء موجود يعني، أنا أظن يعني هو أصعب شيء إنه يبلش الابن الكبير بالموضوع، متى ما بلش تصير الأمور أظن سهلة كثير يعني. يعني أنا الابن الكبير مثل ما قلت لك أول شيء تعذبنا فيه يعني بين ما لقينا الشيء المناسب له متى ما بلش خلاص، وبعدين أخته صارت تشوفه، صار كمان بدها تقرا، تقول لي انا حابه كذا بدي اجيب لي كتاب فلاني، تشوف رفقاتها مثلا عم يقروا سلسله معينه تقول لي انا حابه كمان اقراها مثلا جيب لي كتاب منها، وصاروا يقروا كلهم بنفس الوقت. يعني الصغير لسه ما كثير بيعرف يقرا لانه هلا يعني صف رابع، طبعا بيقرا بس ما انه مثلهم يعني انه مثلا يقعد يمسك كتاب والله ويقعد ساعه مثلا يقعد يقرا فيه، فبس بده يعني حابب يقرا، فعم نحاول نلاقي له كتب يعني شوي تناسبه يعني، بس طبعا ما بيقعد مثل اخواته يعني، بضل بيقعد مثلا بيزعجه مثلا انه بدي اخلاقه يعني، انه خلص صار وقت القراءة كلهم بيقعدوا وهو بيقعد بيلتهى بشيء ثاني يعني بيلعب العاب ثانية يعني، بس انا متأكد انه بس يكبر شوي يصير عنده يعني قدرة على القراءة أكثر، أكيد راح كمان يمسك شي كتاب ويقعد معهم يعني بنفس الفكرة. زميل.
طيب دكتور، القراءة الإلكترونية يعني بحيث إنه الطفل يصير يقرأ قصة أو خلال التاب أو اللابتوب، أو ممكن حتى يشوف القصة على شكل فيلم إذا كان متواجد فيلم له القصة، بتشوفها طريقة جيدة، ولا هي ممكن تكون طريقة جيدة بالبداية وبعدين الطفل يعني تغريه أكثر الألعاب اللي موجودة بالتاب ويترك القراءة ويبلش يلعب بالألعاب؟ هلا اكيد هذا خطا موجود، يعني انه لما اعطيه تابلت انا يقعد يعني يقرا دقيقتين وبعدين يكمل لعب. لذلك اذا واحد حابب يبلش بهذا الموضوع يجيب يعني في شيء اسمه اي بوك ريدر، يعني انه بيكون مثل التابلت بس للكتب، يعني مخصص بس للكتب، ما في العاب ما في شيء ثاني. فهذا يعني بيمنع انه يلتهى الولد بهالقصه. او طبعا في طريقه انه مثلا احنا التابلت نفسه، طبعا انه انا بعد ساعه معينه مثلا اوقف كل التطبيقات بحيث انه مثلا يشتغل بس التطبيق تبع القراءه، يعني فكرة حلوة. او حسب، يعني ممكن طفل ملتزم يعني وخلاص ما يحتاج. يعني مثلا انا مع اولادي الصراحه ماني محتاج يعني لهذا الموضوع، يعني لما بيقعدوا بيقروا يعني ما شاء الله. طبعا بحبوا يقروا بجوز الكتب اكثر من التابلت. هيك حسيتهم يعني بحبوا يقروا كتاب هيك يكون بايدهم يعني ويقروا. اهم شيء بس بجوز انا بحب انصح فيه، يعني انه الاهل ينتبهوا انه الولد دائما يعني تكون طريقه قراءته صحيحه، اضاءه تكون كويسه. يعني تقريبا غالبا اولادي بيقروا قبل النوم، فانا مركب لكل واحد فوق التخت تبعه ضو يعني كافي بحيث يقرا، ودائما بنتبه عليهم بقول له اقعدوا كذا مثلا ما تسطح، او مثلا ترفع الكتاب لفوق. لازم تكون الإضاءة موجهة على الكتاب، ما تكون كثير قوية لا تكون كثير ضعيفة. كل فترة وفترة يريحوا عيونهم، مثلا إنه يعني ربع ساعة نص ساعة يريح دقيقتين ثلاثة عيونه. هاي النصائح كثير مهمة، خاصة إذا الولد عنده شغف بالقراءة، ممكن يقعد ساعة ساعتين ما يحس على حاله يعني، وهذا الشيء بيأثر على النظر. يعني أنا بالذات مثلا بنتي بظن صار عندها مشكلة بالنظر من وراء القصة. يعني هلا عم تلبس نظارات، وصرنا ننتبه اكثر على هذا الموضوع، انه يعني ننبهها اكثر من طريقه القراءه، الاضاءه دائما تكون كويسه مشان ما تتعب عيونها. نعم أكيد. انا بظن الافضل واحد يبلش بكتب عاديه ما يبلش بالالكترونيه، لانه بضل الخطر موجود انه الولد يعني يلتهى بشيء ثاني يعني على التابلت او مظبوط. بالنهايه. دكتور، شو بتحب تعطي نصيحة للآباء اللي عندهم أطفال بمراحل عمرية مختلفة وحاولوا أو عم بيحاولوا مع أطفالهم إنه يشجعوهم على القراءة لكن ما عم يلاقوا استجابة، فكيف هلا تنصحهم؟ بنصح هلا بنصحهم اكيد ما ييأسوا، يعني ضلوا متابعين الموضوع مثله مثل اي شيء ثاني، يعني مثل تنظيف اسنان، مثل طريقة اللبس، مثل يعني ضل واحد يلاحق الطفل اكيد، ويحاول يلاقي شيء اللي يعني شيء يحفزه، يعني او الشغف تبع الطفل يلاقيه شو بحب ويضل يتابع له وينميه. وما ييأس. وأكيد يعني إلا بالنهاية يعني الأطفال لينين يعني مثل العجينة، كيف واحد يعني بشكلهم بتشكله. بالنهاية أكيد راح يلاقي شغف الطفل تبعه وراح يتعلق يعني بالقراءة ويضل يتابع فيها. ومثل ما حكينا أكيد ينتبه على موضوع تنظيم الوقت بين يعني بين القراءة وبين الألعاب. أنا بالنسبة لي مثلا الألعاب ممنوعة نهائيا أثناء الألعاب الإلكترونية، يعني ممنوعة نهائيا أثناء الأسبوع، بس بالويكند بس عطلة الأسبوع أثناء هاي بيلعبوا، إذا بدهم يلعبوا ألعاب يعني تاني اللي هي شو بسمون ألعاب
اللوحية أو مثل أيام هدول قاسم المزرعة وكذا، هدول الألعاب، ايه قصدك مو الالعاب الالكترونيه يعني، بعيد ما عن ألعاب اي شيء إلكترونية، الكتروني. أي شيء يعني ألعاب الجماعية، إنه يقعدوا مع بعض ويلعبوا بنفس اللعبة، مثلا ثلاثة تكون مثلا بالنسبة للأولاد، أو حتى أنا مثلا أو كل العيلة تقعد مثلا تلعب القصة، بحيث إنه أول شيء الواحد يقدر يجمع الأولاد، ما يعني يعطي الطفل موبايل او تابلت وخلاص روح انسى يعني دبر حالك، مهم اسكت عني يعني. أو هذا كثير انا موضوع ضروري بلاقيه وقت. طبعا وقت البوخن عنده في وقت كمان مخصص للالعاب الالكترونيه، ما طول النهار بيلعبوا، في وقت معين من الساعه كذا للساعه كذا بيلعبوا فيه، وشو ما بدهم بيلعبوا في هذا الوقت. هذا أهم شيء بظن يعني، كتنظيم وقت يعني، حتى يعني إحنا الألعاب أو الألعاب أو التلفزيون تقريبا نفس يعني وقت، أو بسموه يعني نحن بسموه أولاد إلكتريش أو إلكترونيش يعني، إنه فينا نبلش هلا إلكترونيش يعني كذا، فإنه مخيرين إن يا يتفرجوا مثلا على التلفزيون، يا يلعبوا مثلا بالتابلت أو مثلا بأشياء تانية. وأكيد يعني هذا شغلة الالتزام يعني تابع للأهل يعني، هذا الموضوع هني لازم يفرضوه يعني على الأطفال. أكيد أكيد حرمان الطفل بشكل كامل راح يعني قد إيش سلبي، بس أكيد كمان أعطائه الحرية بشكل كامل كمان عشان كويسة. أكيد طبعا. وأنا بتصور هذا هو يعني أكبر تحدي للأهل بهذا الوقت، يعني هن دائما بيقولوا لك رفقاتي بالمدرسة عندهم التابلت 24 ساعة، أو عندهم موبايل بياخدوا معهم بيجيبوه معهم. يعني أنا صرت حتى أشوف بشكل ملحوظ إنه الألعاب اللي أنت هلأ قلتها اللي هي الألعاب الجماعية صارت شبه منسية، يعني منقرضة، ما عاد شفنا الأطفال عم يلعبوا جماية وحاكم جلاد والألعاب يعني الورقية يعني نرسم من بعض. هلا هي حتى هي الالعاب حتى يعني انا بالنسبه لي مثلا اذا بدي ارجيك عندي خزانه كامله كلها يعني، ما عندهم وحده او تنتين يعني، بجوز عندنا ما بعرف بجوز شي 50 لعبه قوي يعني. كمان بظن واحد لازم يعطيهم خيارات، لانه بجوز نفس اللعبه اكيد راح يملوا منها يعني. في وفي العاب فعلا الصراحه غالبا هدول الالعاب يعني بجوز موضوع ثاني، حلقة ثانية، إنه كمان بدور دائما كل سنة في شيء البيست شبيل مثلا ديس ياغس بيكون، اللي هي أكثر لعبة شاروها الأطفال أو شاروها العالم يعني، فبتكون أكيد فيها شيء يعني مشجع أو كذا. بشوف أنا مثلا شو هي اللعبة أو كذا، أو شو هي مثلا بخلال ال10 سنين الماضية شو الألعاب اللي كانت كثير تنشر يعني، وغالبا هدول بحاول اشتريهم ونلعب فيهم يعني مع الاولاد يعني، وفعلا بيلعبوا فيها يعني. لما بيجوا عندهم مثلا رفقاتهم مثلا بالمدرسه ممنوع يلعبوا الكتروني يعني، بيقولوا اذا انت جاي عندك رفيقك ممنوع كل واحد يلا طلع موبايله يقعد يشتغل فيه، ليش جايين لبعض؟ فبيطلعوا هدول صحيح الالعاب وبيلعبوا يعني، فهذا اكيد يعني بدهم بين علاقات مع الاطفال الثانيين. صحيح. نعم أكيد يعني دكتور ما بحكي لك قديش الحلقة كانت ممتعة مشوقة، كثير استمتعت أنا شخصيا بالحديث معك عن هي التجربة الحلوة، وأكيد المستمعين كمان، وما عم نتمنى الوقت يخلص، لكن محكومين يعني إنه يكون وقت الحلقة خفيف ولطيف على المستمعين. بتشكرك كثير على التجربة الحلوة اللي شاركتنا فيها، كانت صراحة غنية بالمعلومات، الأفكار مشجعة، يعني مشجعة لكل أب لكل أم عندهم طفل عم بيعانوا معه مع قصة تعلقه بالألعاب الإلكترونية بالتابلت بالموبايل بيهدروا للوقت. حتى أحيانا يعني بشوف كتير آباء وأمهات بيحكوا لك في عند الطفل وقت فراغ كبير ما بيعرف شو بده يعمل فيه، يعني يمكن هو بيغلب أهله بيختلق مشاكل بالبيت من الفراغ، يعني هو غايب يمكن عن بال الأهل إنه هالوقت هذا لو استثمروه بالقراءة فهو يعني وقت رابح أكيد، الوقت ما بيخسر مع القراءة أبدا. شكرا لكل النصائح اللي عطيتنا إياها،
كنا كتير سعيدين بالحوار معك، وأكيد رح نسعد أكثر إنه نستضيفك في حلقات تانية ونحكي عن مواضيع تانية. شكرا كتير لوقتك ولتجربتك. شكرا كثير لكم كمان، واستمتعت أكيد كمان بالحديث معكم، وأتمنى لكم إن شاء الله النجاح يعني بسلسلة البودكاست، وسلام للجميع. الله يسلمك، سلاماتنا للمستمعين الأعزاء، ونلقاكم في حديث آخر إن شاء الله. كان معكم في الإخراج الصوتي انتصار لحام، وفي الإشراف العام زكريا حاوو. للمساهمة في إعداد الحلقات أو المشاركة كمحاور أو ضيف، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك.